حتى اللي تنطلق منها الباصات إلى مدينة جوهر، المسافة قصيرة جدا، تقدر تروح عن طريق الباص $5، لكن أنا أجرت تاكسي خاص يوديني $55 لين الفندق اللي في جوهر، لين باب الفندق. تقدر تاخذ يعني تاكسي، حتى التاكسي تقدر تشارك فيه مع 4، كل شخص يدفع $12 سنغافوري طبعا. لك الاختيار باص أو تاكسي، لكن التاكسي أفضل يوم إلى $55 إلى السيتي سنتر في مدينة جوهر. أحلى 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 سلام وأحلى صباح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة جوهر بارو. هذه المدينة الحدودية اللي يفصل بينها وبين سنغافورة فقط كيلو واحد، الجسر 30 كيلو من مركز مدينة سنغافورة إلى هذا المكان، 30 كيلو فقط. خذيت أنا التاكسي من هناك لهني، ما أخذنا يعني الدقائق، اللهم بس في نقطة حدودية نسوي خروج من سنغافورة ونقطة حدودية ثانية لماليزيا أسوي دخول. مدينة توها هاي في طور، يعني توها تتطور هالمدينة، وأنا هاي من ضمن خطتي، وبعدها بتكون ما بعدها يعني في من ضمن الخطة قبل سنغافورة في مدينة اسمها ملكة، بكرة إن شاء الله ناوي أروح لها خلص من هالمدينة. عموما يا أخوان حبيت ترحبون بالمنضم الجديد الدكتور مصطفى المصلاوي، أخو الأخ محمد المصلاوي اللي انضم حديثا إلى مجموعة الجروب، ويقول أنا ممكن أكون دكتور الجروب، ممكن يا دكتور مصطفى. وبعدين الشيء الغريب في هالإنسان عنده 5 تخصصات، يعني الدكتور 5 في 1. كيف 5 في 1؟ دكتور أسنان، دكتور أذن وأنف حنجرة، دكتور باطني، دكتور نساء وولادة، دكتور، يعني ما شاء الله عليه ملم بخمس تخصصات، وحاليا يقدم دكتوراه في علم الذرة. الله يوفقك، الله يوفقك يا دكتور مصطفى. عموما يا دكتور مصطفى في قدامك امتحان، ألا وهو علاج الأخ والشقيق محمد. إذا عالجته وقدرت تقنعه أنه ما يتحول إلى الديانة الهندوسية، هذيك الساعة أنا عندي عرض مغري لك. نعم، بتخلي المستشفى اللي أنت شغال فيه حاليا. هذا الإنسان وبالصور جاني إيميل وبالصور حاط له 3 تماثيل هندوسية في الغرفة، ودائما الحين متعلم على النقطة الحمراء اللي في الجيب هم الهنود، ومتعلم على مضغ البان هذا اللي يسوي الفم أحمر، ومتعلم بعد يحرك رأسي يسار يمين نفس الهنود، يعني جالس يتعلم الحركات. وحاليا في يعني من الأخبار اللي جتني أنه بيغير اسمه من محمد إلى كومار. عاشت الأسامي يا كومار، عاشت الأسامي. عموما أنا متوقع أن الإسبانية عاملت له السحر الأسود، دوروا في غرفتي يا أخوان تلقون عنكبوت حاجة شيء محطوط، أنا متوقع هالتوقع. نعم، إذا قدرت تعالجه يا دكتور مصطفى بنضمك للجروب، خصوصا أن الجروب ما في دكتور، في عندنا مهندس عندنا كذا، بس نفتقد إلى الدكتور. نعم، ولازم ما تكون في كرشة بعد حق الجري، حق يعني الأماكن اللي فيها شوي مجهود، بذل مجهود. هي نعم، حياك الله يا دكتور مصطفى، حياك الله يا الغالي، وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. يا أخوي هذا ما عرفنا شو نسوي له، ما عرفنا هم. عموما هذا امتحانك يا دكتور مصطفى، متى ما تنجح العرض تراه موقع وجاهز، العقد بيني وبينك. نعم، وكذلك نسلم على المنظمة الجديدة إلى الجروب، راعية الأكلات المغربية، الأخت لبنى من المملكة المغربية، وأم جاسم، والأخت مها من الكويت عاشقة السفر. نعم، حياكم الله جميعا، والأخ منيف ومرزوق الرقعان وبولندا، ما يهون بولندا، حياكم الله جميعا، والأخ والعزيز كذلك من اليمن علي جعدان، حياك الله يا علي. والأخت بارادايس المتغلقة دائماً.
حياك الله واستاذتنا الكبير كسب لورا ريا مرحبا بك. والله وايد من الناس اللي يرسلون لي على الواتساب ويقولون انت ما ترد علينا على التويتر يا اخوان. اللي ما رد عليه على تويتر يطرش لي على الواتساب. والله مو بعارف وين اروح. والاخ ترافل اظني اسمه ترافل اللي قال قدم لي دعوه الى منتدى اخوي. انا موجود في منتدى زاد المسافر، ما اقدر ما عندي وقت الى اي جروب في الواتساب او في منتدى ثاني. يعني والله ما اقول لك، يعني ما عندي وقت. يعني الحين الناس يلوموني ما ارد عليهم في تويتر وفي اماكن ثانيه، فكيف تبغيني انضم الى جروبات جديده؟ نعم حياكم الله جميعا وبياكم. هذا السنتر الحلو في مركز المدينة، هاي مركز مدينة جوهر. وممكن هناك معلومة تخفى عن بعض الناس ان هذه المملكة الماليزية فيها 9 ملوك على 9 ولايات، كل واحد يحكم 5 سنوات وبعدين في تغييرات، كل واحد يروح مكان ثاني، لكن الإدارة السياسية تحت يد رئيس الوزراء. وبالمناسبة يعني افضل رئيس وزراء مر على هذه البلد اللي هو مهاتير محمد. طبعا الكل عارف انه انتشل ماليزيا انتشار رهيب جدا وله بصمه كبيره في هالبلد. وكذلك احيي كذلك اردوغان كذلك في اسطنبول في تركيا، اللي صراحه بذل جهود جباره لتغيير هذه الدوله. هاي ما علينا من شطحات السياسيه، لكن كفائدة للبلد وللشعب عمل عمايل الصراحة ما في كلام عليها، يعجز اللسان عنه. جزاهم الله ألف ألف خير وجعل في ميزان حسناتهم. وننتقل إلى الأدوار الثانية أو إلى المبنى الثاني، في مبنى ثاني مني، المبنى المقابل. قسم وهذا قسم. هذا هو المتاي الماليزي يا حسين المرزوق من البحرين. انا باخذ من هذا المتاي وبغارن من المتاي البحريني للمتاي الماليزي واشوف من على منو يتفوق على الثاني. تحياتي لك الغالي. وسلام خاص جدا يا مشعل محمد، اسمح لي يا اخوي اسمح لي، هذا اكبر ترحيب لك. واسمح والله من كثر الناس اللي يطرشون لي مسجات اذكر اسمي اذكر ما، والله ما بقادر اقبض. سجلت في ورقه فوق 50 واحد، لكن كم بعد. عموما مشعل محمد حياك الله يا الغالي. هاي عندنا النقطه الحدوديه اللي بين سنغافوره وماليزيا. شوفوا الدراجات صوب والسيارات صوب. التقاط علوية من الجسر الفاصل بين الجزئين. جوهر بارو. بعض المحلات المحيطة قريبة من الأوتيل تبغي تأجر دراجة، تبغي تصلح ولا تأجر دراجة. هذا الأوتيل أخذكم جولة في الفريج. دور الحوض اليوم ما فيه نيمة، ما تسبحت في البحر لكن بعوض في حوض الفندق.
هذه حواض الفندق، يعني جزء هو الشجر هناك جزء ثاني. هذا الجزء الثاني من الحيضان، كان حلو صراحة خصوصا حق الأطفال. أوه حاسين هم يستانسون، مسوين لهم شغلة عشان يجذبونهم. يلا على ذنكم، يبغي لي ساعة ريح. بعض المحلات المحيطة قريبة من الأوتيل، تبغي تأجر دراجة، تبغي تصلح تقول لي تأجر دراجة. هذا الأوتيل بكم جولة في الفريج. دور الحوض اليوم ما فيه نيمة، ما تسبحت في البحر، لكن بعوض في حوض الفندق. شوفوا هالمعبد الصيني، ديكور يا مكثر المساجات التايلندية، كل مكان كل شارع كمان واحد. هاي تايلانديين ما شبعوا من تايلانديا، قاموا ينتشرون هنا. التقاطة ثانية. عموما أنا ما أشجع أنكم توصلون هالمدينة، ما فيها شيء يعني. هذه هي وسلطنة بروناي، ما فيها حاجة يعني الواحد يعني إني يتشوق إني يزورها، ما فيها شيء، مدينة عادية. الدنيا بتمطر. حواض فندق KSL مدينة جوهر ماليزيا. هذه حواض الفندق، هني جزء هو الشجر هناك جزء ثاني. هذا الجزء الثاني من الحيضان، كان حلو صراحة خصوصا حق الأطفال. أوه حاسين هم يستانسون، مسوين لهم شغلة عشان يجذبونهم. يلا على ذنكم، يبغي لي ساعة ريح. حاطين ديناصورات تشكيلات. بس لازم تكون النظارة معك، لازم هاي النظارة، لازم العدة لازم تكون موجودة، هاي من ضمن عدة المغامرين.
مسكين يعون. وهذا السنتر اللي فيه الأوتيل فندق KSL. هاي هني في هالمدينة هاي دانجا بيتش، شاطئ دانجا، في مطاعم سي فود، وفي شوف معاكم البيتش الحلو، هذا الشاطئ الحلو، هذا من الأماكن المهمة الواحد يتمشى فيها. وإذا تبغي تاخذ لك سباحة، للأسف أنا ما يجت معي النظارة بعد، لكن مو مشكلة، بنشوف الوضع أول شيء كيف. الربيان وام الربيان في الماي، تشيل اللي تبغي ويسوونه لك. كل شيء فرش هني. في طورة، في شغالين فيه يعدلون ويسوون مباني، اللي يبغى ياخذ شقة كذلك في مباني حين تنبني. أعمال تطويرية كبيرة في هالمكان هذا. وهذا الشاطئ. شوف ماليزيا، سنغافورة الصوب الثاني، ماليزيا. يعني تقدر تمشي، تعبر مشي، تقدر على دراجة، على سيكل، على كل شيء، تسوي خروج ودخول بلد الثانية. كيلو واحد الجسر، كيلو واحد اللي بين النقطة هاي والنقطة هاي. هذا هو شاطئ دونغا. ندخل داخل، لو ان الشمس لكن معلش مو مشكلة، على مركز المدينة من بعد السنتر. بنايات مو بشوية، مو هذا فندق سنترال بعد نفس الشيء، برج طويل. نواصل، هذا مركز مدينة جوهر، مركز المدينة، السوق الرئيسي. باسيفيك، منار أنصار، بالنسبة للي يسألني عن بروناي، يا أخوان ترى بروناي أنا ما أنصح بالسفر له، ما أنصح بالسفر له، لأنه ما فيها شيء. صح مدينة صغيرة ونظيفة شوارع وكذا، لكن ما فيها مثل ماليزيا حدايق ودنيا وكل أماكن سياحية كثيرة، هي ما فيها شيء. تأخذ جولة في النهر وتصور الأشياء اللي أنا صورت فقط. فنصيحة لا تضيعون وقتكم ومالكم في الوصول إلى بروناي. يعني أنا كنت أبغى أزور مدينة، لكن ما الله أراد، مدينة كوتشينغ في مقاطعة سراواك،
هذه يعني طبعا في نفس الجزيرة اللي فيها اللي نفس جزيرة بورنيو، لكن ما الله راد سبحان الله، لكن إن شاء الله الأيام جاية السفرات جاية. هذا السنتر اللي كنا فيه مساعة صورنا فيه من داخل في البداية، هذه مدينة جوهر قدامكم، وبعد حتى هالمدينة يعني ما تسوى الواحد يوصلها لنا، أول شيء بعيدة، بس أنا من باب يعني الفضول، تعرفون الفضول عندي واصل 1,000,000%. إذا هي على طريقي يعني على الطريق إلى قلت بنتقل الحين بالطيارة، لكن خلني أخذ تاكسي وأمر على جوهر وأسير إلى مدينة ملكة، وفيها حديقة حيوان جميلة اسمها أفا موسى، يعني الاسم ما ينسى، الاسم ما أفا يا موسى، حديقة اسمها أفا موسى، حديقة حيوانات جميلة، إن شاء الله بنكون معاكم باكر هناك. والمعذرة بحاول أروح الحين منطقة الفرونت ووتر فرونت، لكن يقولون الملك هناك اليوم جاي، فالطريق يقولون لي مسكرة، بس بحاول مع تاكسي ثاني